بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد وعدنا في لقاء سابق أن نتحدث عن الفرق بين ابن تيمية وبين أتباعه الوهابية، وهذه قضية مهمة جدا. فنحن حينما نرد على ابن تيمية نرد على رجل عرف بالعلم، ورد عليه علماء عصره وكبار علماء الإسلام، ولكنهم لم يردوا على إنسان جاهل، بل إنسان متقدم في الحديث وفي العلوم وفي في عدة علوم مشارك فيها. نعم له شذوذات، نعم له أخطاء بلا شك، وخرق الإجماع في أكثر من 60 مسألة، هذا صحيح، ولكن نحن لا نهضم الرجل حقه ولا ننتقص مقداره، فكل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى المجتبى عليه الصلاة والسلام، فذلك هو الذي لا يرد قوله. ابن تيمية غفر الله له رد أحاديث صحيحة، وقد صنف شيخ مشايخنا الكوثري في هذا الأمر، ردها في حينما رد على ذلك الشيعي في كتاب منهاج السنة النبوي وحديث صحيحة، وجار عليها، وحديث قد تكون ضعيفة جعلها موضوعة. هذا ابن تيمية خلق الإجماع في مسائل، نحن لا نتكلم عن هذه القضايا، نتكلم عن مسألة: هل السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم الذين نقل إلينا مذهبهم بنقل الكافة وأخذناه بالإسناد الكامل إليهم، هل كانوا على طريقة الشيخ ابن تيمية؟ لا أبدا. طيب، القضية الثانية: هل الوهابيون الآن يمثلون ابن تيمية؟ أبدا. نعم، هم يغالون فيه أعلى درجات الغلو، طبعا هم يرفضون هذا، ما يقبلوا أن ينسب الغلو إليهم. أي كلمة تقال منك في مدح النبي عليه الصلاة والسلام فأنت مغالي في حب النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن يأتي كبيرهم اللي هو الألباني في تسجيل سابق رددنا عليه ويقول إذا لم تقرأ كتب ابن تيمية فأنت ضال أو مضل، هذا عندهم شيء عادي. من هذا الذي إذا لم تقرأ كتبه تكون ضالا أو مضلا؟ أنا لا أعلم أحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم أحدا في الأمة إذا ما أعرضت عن سنته وهديه تكون ضالا أو مضلا. أبو حنيفة لا يمكن تتبع الشافعي، لا أبا حنيفة ولا الشافعي يمكن تتبع مالكا أو تتبع أحمد بن حنبل. الأشعري لا يختبع تبع الماتريدي، لا الأشعري ولا الماتريدي، سر على طريقة الإمام أحمد في التفويض، ليس عندي مشكلة في هذا الأمر. المشكلة هي في غلو أولئك الناس بهذا الرجل. طيب، هل كانوا على علمه؟ لا والله. هل كانوا على شاكلته؟ أبدا والله. فشيخهم محمد بن عبد الوهاب الذي يغالون في حبه ويعظمونه ويسمونه شيخ الإسلام، الحقيقة حينما قرأنا له ونحن صغار، يعني ما كنا كبارا، كنا طلابا في السنة الثالثة في السنة الرابعة في الجامعة، قرأنا له فرأينا الهزال في كلامه، عدد التناقضات الكثيرة التي لا يمكن أن تصدر من عالم. هذا الرجل يكتشف فجأة أن أهله وذويه وجميع العلماء وجميع الصالحين وجميع المؤسسات العلمية في ذلك الزمان والخلافة العثمانية، كل تلك الأمم كانوا لا يفهمون معنى لا إله إلا الله، وهو وحده يفهم معنى لا إله إلا الله. هذه كبيرة جدا، لا يمكن أن تقبل. فالشيخ ابن عبد الوهاب لم يكن من علماء. طب تقول له الشيخ؟ نعم أقول شيخ، لأنه شيخ متبوع وشيخ يعني كبير السن، ما هي قضية كبيرة بالنسبة لي. لكن هل ابن عبد الوهاب كان مرضي السيرة؟ أبدا. وعلى فكرة أقولها، هو كان من عائلة محترمة ومن عائلة معروفة بالعلم والصلاح، لكن هو رجل شذ عنهم ومزق الأمة بهذا الفكر العجيب. فشتان ما بين ابن تيمية وابن عبد الوهاب. ابن تيمية رجل عالم خرج وشذ عن علم. ابن عبد الوهاب الحقيقة مع يعني إيش، ماذا أقول، يعني أحاول أن أكون متلطفا بالعبارة أشد أنواع التلطف، الرجل لم يكن عالما، كان جاهلا. يعني إذا كان هذه نواقض الإسلام تمثل ابن عبد الوهاب فإنا إله وإنا راجعون، نقضتها في جلسات ولو مفكر كثيرا في نقضها، وأي طالب علم بسيط يستطيع أن ينقضها. أما كشف الافتراءات وأيضا الرسائل، كتاب التوحيد هذا الذي هو حق الله على العبيد، هذا
يقارن بأئمة علماء التوحيد الكبار، يقارن بعمالقة الإسلام الذين صنفوا في العقيدة والتوحيد؟ أبدا أبدا. فابن عبد الوهاب لم يكن عالما، وتبعه الناس على جهل، وأسفكت الدماء بسبب هذا الاتباع، لكن جاءت أموال كثيرة جدا 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 روجت لفكره. والحقيقة هم لا يملكون إلا طريقة واحدة لنشر مذهبهم، هي ماذا؟ كبيرهم ممول وصغيرهم مضلل. كبيرهم ممول، كل مراكز الوهابية، كل الشيوخ الكبار الوهابيين الذين تراهم في العالم، الكبار منهم ممول، ويعيشون في بحبوحة لا مثيل لها. ولا أريد أن أذكر أسماء لأن هذا في بعض الإحراج، هذا في بعض الإحراج لأولئك الناس، أموال هائلة جدا لكبارهم، أما الصغار فقيل له هذا هو، هذه هي الجنة، وهذا هو الطريق، طريق الإسلام، وإذا أردت أن تدخل الجنة فما عليك إلا أن تفعل كذا وكذا وتدخل الجنة بعد ذلك، وباقي المسلمين عبارة عن إما مشرك أو مبتدع أو ضال. فالحقيقة هناك فرق شاسع بين ابن تيمية وبين ابن عبد الوهاب. فابن تيمية نحترمه في غير ما خالف فيه الجماعة، وفيما خالف فيه الجماعة أيضا نحترمه، ولكن نرد عليه بشدة. وإن ندت منا عبارة هنا أو هناك في تسجيلات قديمة، في شروط، في أشرطة، بعض الناس سمع مني في يوم من الأيام، أنا استغفر الله تعالى. نعم، إذا تكلمت في ابن تيمية عبارة خارجة عن الجادة فربما من غيرتي ومن حزني، أما لا أرتضي أن أطعن في هذا الرجل، لكن أطعن في فكره الفاسد الذي خالف فيه الجماعة. نعم أطعن في هذا مع احترامي لذاته وشخصه، لأنها ذات يعني اشتغلت في العلم، وبعض الناس يعتقدهم من الأولياء، وحتى ابن القيم يعده من كبار الأولياء، وأثنى عليه كثير من الناس، وطعن فيه آخرون. إذن الحقيقة شئت أم أبيت، أحببت ابن تيمية أم لم تحب ابن تيمية، عليك أن تسلم. هذه بداية الهداية، بداية الأخذ والرد معك، أن تسلم أن ابن تيمية ربما كان أكثر شخصية مثيرة للجدل في التاريخ الإسلامي. لا أعلم شخصية ثار حولها جدل، ولا سيما بعد عصر السلف، مثل شخصية ابن تيمية. فالرجل كان مثيرا للجدل، عنده اضطرابات كثيرة، وأحيانا وإخواننا هؤلاء السلفية حينما نتكلم ابن تيمية يقول بالتجسيم، يبحثون في مكان آخر ينفي التجسيم، صحيح؟ ابن تيمية يقول بقدم العالم، تجد في مكان ثاني ابن تيمية لا يقول بقدم العالم. ابن تيمية يقول بفناء النار، وشاع الأمر وانتشر، في مكان آخر تجد ابن تيمية يفهم من كلامه أن النار لا تفنى. لماذا؟ هذا اضطراب، هذا اسمه اضطراب. فشخصية مضطربة توليها أمرك وقيادك مدى حياتك، طيب شيخ الإسلام، طيب على عين والرأس سمي شيخ الإسلام، لا ليس عندي مشكلة في هذا، وفي جدل في المسألة، وهناك من رد على هذه القضية، وهناك من لا يرتضيها، لنفرض أنه كان شيخ الإسلام كما قال كثيرون، هل كونه شيخا للإسلام يخوله أن يخالف ما عليه السلف وأن يأتي بأقوال جديدة ما عرفت إلا من قبله؟ ليس هذا، ما هكذا. طيب من أنت حتى ترد على ابن تيمية؟ صحيح، من ابن تيمية حتى يرد على الفخر الرازي؟ واحدة بواحدة. من ابن تيمية حتى يرد على حجة الإسلام الغزالي؟ من أبو ابن تيمية حتى يطعن في أبي الحسن الشاذلي؟ من هو؟ لا شيء أمام أولئك الكبار. فقضية والله من أنت حتى تتكلم. والغريب أنهم حينما يردون على ابن تيمية، على أبي حنيفة وعلى مالك وعلى الشافعي، يقول هم رجال ونحن رجال. طيب هم رجال ونحن رجال، ونحن ماذا نقول يعني؟ أنت الفرق بينك وبين أبي حنيفة أعلى بكثير جدا من الفرق بيننا وبين ابن تيمية. نحن أقرب إلى ابن تيمية في العلم منك أنت إلى أبي حنيفة. هل أبو حنيفة وأمثال أبي حنيفة، أبو حنيفة الذي قرأ عليه محمد بن الحسن الشيباني هذا، ويقرأ على محمد بن الحسن الشيباني، يقرأ عليه الشافعي الكبير إمام السلف، يقرأ الشافعي على تلاميذ أبي حنيفة،
هل كان ابن أبو حنيفة هذا يعني بهذه البساطة حتى يقرأ عليه كبار أئمة السلف؟ كبار أئمة السلف أبو يوسف القاضي يقرأ عليه، الأعمش وغيره، كبار علماء الدنيا. البون الشاسع بينك أنت وبين أبي حنيفة حينما تقولهم رجال ونحن رجال. قال لا لا لا، لكن أبو حنيفة خالف الدليل، وأيضا ابن تيمية خالف الدليل. إيش دليلك أنت يعني هكذا لونه يعني مميز يعني سوبر دليل؟ دليلك أنت ليس أولى من دليلي. فإذا المشكلة في أتباع ابن تيمية، هم الذين أساءوا إلى شيخهم. يعني سبق في الزمن الماضي قالوا جعفر الصادق وأحمد بن حنبل ابتلاهم الله بأصحابه. ما نقول ابن تيمية هذا الرجل على ما عنده من خير أو شر، من عجر وبجر، على ما عنده ابتلاه الله تعالى بهؤلاء الناس الذين شوهوا صورته بأقبح أنواع التشويه وهم يظنون الإحسان إليه. نسأل الله تعالى لنا ولكل قاصد إلى سبيل الحق أن يصله الله، أن يوصله الله تعالى إلى بغيته، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.